نرجو منكم الابتعاد، هذه المنطقة غير آمنة. ها، في مخلوق فضائي في الحديقة. هذا مبر بيعكم، هذا مخلوق فضائي وقد يشكل خطر على أهل المنطقة. لا، أقصد أن ربيعنا صدق. شو؟ أعطيتوه اسم بعد؟ أنا آسف، هذا مو بحيوان أليف عشان تلعبون معاه. كانت الرحلة عجيبة. مستعدين؟ جاهزين؟ انطلقوا! ما علي أستاذ عادل، يعني المركز الثاني يعتبر جيد. والثاني مستحيل أخليك تغلبني. وعليكم السلام. هي نعم، عندك اعتراض أو شيء؟ النشاط اسمه أنا وأبي، شو أقولهم؟ شو أقولهم لو سألوني أبوك وين؟ منصور حبيبي، أبوك اضطر يسافر لأن ربيعه في الشغل مرض فجأة. هو كان متأكد أنك بتتفهم الوضع وبتكون قد المسؤولية. أنا الحين عرفت شو الوضع، أنا من اليوم بعتبر روحي وحيد وخلاص. منصور، منصور، يعني شكله يوحي إنه متهم. أبي محمد أرجوك. ها عبيد، إيش حالك؟ وين الباجين؟ ما أدري والله يا دكتورة. لا لا ما شيء، بس كنت أغير ملابسي.